منتصف نهار جديد من القاهرة، وفي المنتصف نتجول بكم في عالم الأخبار والتقارير والأحداث، وفي المنتصف أيضا نستكشف ما يدور في قارات كوكبنا ونتعمق فيه برؤية وتحليل، وفيه نتحرى حقيقة الخبر حيثما كانت. ونتناول اليوم في حلقتنا ارتقاء 56 شهيدا في 6 مجازر إسرائيلية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان. ونتناول أيضا غارات إسرائيلية مكثفة على سلسلة أهداف في الجنوب اللبناني، وقصف مضاد لمواقع تابعة لجيش الاحتلال بالأسلحة الصاروخية. وفي حلقتنا زيلينسكي يدعو لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية بعد هجوم روسيا الجديد الذي يخلف عن 11 قتيلا. وأخيرا نستعرض ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هاشتاج يوم الأسير، حيث يحيي الفلسطينيون يوم الأسير باعتباره يوما وطنيا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم. أهلا بكم في منتصف النهار، أنا هاجر جلال، والآن نستعرض سويا عناوين حلقة اليوم من منتصف النهار. ارتقاء 56 شهيدا في 6 مجازر إسرائيلية بقطاع غزة خلال 24 ساعة. غارات إسرائيلية مكثفة على سلسلة أهداف في الجنوب اللبناني. وزيلينسكي يدعو لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية بعد هجوم روسيا الجديد الذي خلف عن 11 قتيلا. وإلى التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لست مجازر جديدة بحق العائلات في قطاع غزة. وأفادت الصحة الإسرائيلية أو الفلسطينية بأن هذه المجازر أسفرت عن استشهاد 56 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، فضلا عن إصابة 89 آخرين. يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33,899 شهيدا. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى إصابة 76,664 شخصا منذ 7 أكتوبر الماضي. لمزيد من التحليل بتنضم إلينا من رام الله دكتور تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية. أرحب بك دكتور تمارا عبر منتصف النهار. يعني أعداد الشهداء تتزايد ويتفاقم معها الوضع الإنساني بطبيعة الحال، عندما تعلن المنظمات الأممية بأن الوضع الكارثي فيما يخص نطاق الصحة، انتشار الأوبئة، وأيضا الأوضاع الخاصة بالتغذية وسوء التغذية. متى ستعلن الأمم المتحدة بأن قطاع غزة أصبح منطقة مجاعة؟ تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. بالفعل الأمم المتحدة يجب أن تعلن قطاع غزة منطقة منكوبة بكل المعايير، نظرا أن هناك تصفية لقطاعات كبيرة، وبالتحديد فيما يتعلق الواقع الصحي. الواقع الصحي الآن لا يطاق على أرض الواقع، لا يوجد هناك أي أدنى مستلزمات الواقع الطبي أو الصحي في قطاع غزة. هناك خطة ممنهجة في سياق قطاع غزة، تصفية القطاعات الصحية، تصفية القطاعات المتعلقة بالواقع الآدمي والإنساني والمعاشي في قطاع غزة. بالتالي أصبحت الآن هناك باستمرارية وقع المجازر الإنسانية التي كل يوم أصبح هناك أعداد الشهداء يقارب 100 شهيد، يعني أصبح العدد يعني قرابة 34,000 من الشهداء، ناهيك عن المفقودين وناهيك عن الجرحى. فبالتالي استمرارية الحرب هي المعضلة الأساسية الآن في قطاع غزة. حتى هذه اللحظة لا توجد هناك أي بوادر أفق مستقبلية فيما يتعلق وقت إطلاق النار، رغم أن استمرارية إطلاق النار في قطاع غزة
قد تفتح جبهات أخرى، أن أي عملية استمرار الحرب على قطاع غزة قد تفتح إلى جبهات أخرى فيما يتعلق الحرب الإقليمية والحرب الشاملة. طيب يعني لكن أريد أن يعني لازلت في الموضوع الإنساني، عندما تكون هناك دبلوماسية أسبانية ترفض إسرائيل استقبالها، يعني انعكاسها على مستوى العالم، ماذا تخفي إسرائيل لا تريد العالم أن يشهده؟ نعم هذا صحيح، يعني هناك الكثير من المؤسسات الإغاثية، المؤسسات الحقوقية، المؤسسات تعنى بواقع على الأقل الدفع نحو الدافع الإنساني، ليس لها علاقة بأي بعد سياسي. هذه مؤسسات مهمة جدا حتى تلقي الضوء وتسليط الضوء على الواقع الحقيقي لما يحدث الآن في قطاع غزة. فبالتالي إسرائيل هي تحاول أن تعمل عملية إغلاق الفم، هذا الفم الإغاثي، إغلاق الصوت الحقيقي، إغلاق الصوت الحقوقي، إغلاق الصوت الإنساني. لا تريد أن تخرج هذه المؤسسات ما يحدث الآن على أرض قطاع غزة، سواء كان من ترسيخ واقع المجاعة الإنسانية، سواء كان من ترسيخ واقع يعني عدم إعطاء المستلزمات الطبية الصحية الإنسانية. فبالتالي كل القطاعات بالتحديد المستشفيات، يعني أهم مستلزمة الآن بحاجة إلى إعادة إعماره وإعادة إغاثته وإعادة إعاشته، وأيضا حتى تصبح في سيرورة الطب الواقع الحقيقي، وحتى ما يعطي على الأقل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالبعد الإنساني أو المرضى أو الجرحى، على الأقل النظر إلى البعد المستشفيات. يعني على المؤسسات الحقوقية أن لا تمل ولا تكل فيما يتعلق ما يقوم به الاحتلال الصهيوني بمنعها من عملية الدخول إلى واقع قطاع غزة، إن كان هناك كما حدثت في قتل 6 من المطبخ العالمي الذين يعنى في الواقع الإغاثي، عليهم أن يدخلوا ويخرجوا الواقع الحقيقي على الأقل إنقاذ البعد الإنساني. طب يعني لكن دكتورة تمارا لو سمحتي لي، يعني بتتكلمي عن موضوع المطبخ العالمي واستهداف أيضا الشاحنات الإغاثة والمناطق الخاصة أيضا بتوزيع المساعدات وما إلى ذلك، تحدثتي عن غلق الأفواه، لماذا هو صم الأذان في العالم والمنظمات الأممية عما يحدث؟ للأسف الآن أمام التغيرات العالمية أصبح الآن الكل مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الإعلامية، عدا مواقع مثل القناة القاهرة الإخبارية وعدا القنوات المصرية وبعض القنوات المحلية وحتى العربية التي تنظر إلى واقع ما يحدث الآن في قطاع غزة. لكن الآن القنوات الدولية والعالمية باتت الآن تنظر فقط على نقطة واحدة، وهي أن شغل العالم عن ما يحدث في قطاع غزة، وهي الآن ينظرون فقط. نقطة مهمة دكتورة تمارا، نقطة مهمة أريد أن أعرج عليها في سياق الحوار، هي فكرة الانشغال عما يحدث في قطاع غزة. هل بتعتقدي بأن إسرائيل استغلت هذا الضرب الصاروخي من إيران لزيادة العنف والتنكيل والإبادة بالشعب الفلسطيني؟ نعم هذا صحيح، يعني هي استغلت وتريد أن تظهر مظهر الضحية حتى على مستوى عملية تأجيل منطقة رفح والدخول منطقة رفح، هي دي من سياق مناورة تكتيكية تريد أن تظهر أن واقع أن هي الضحية في منطقة الشرق الأوسط، وأن كل المجازر التي قامت بها في قطاع غزة وكأن هذه أرقام لا تعد ولا تحصى أمام ما قامت به احتلال الصهيوني في قطاع غزة، وهي تريد أن تظهر وهذا ما تكسبه إعلاميا. وإذا نظرنا على كل القنوات الدولية في المجتمع الغربي وفتحنا على هذه القنوات نلقى أن هناك محللين من الواقع الإسرائيلي فقط يتحدثون أنهم الضحية، أنهم يعني أصبح هناك الصواريخ الإيرانية على إسرائيل، وأن إسرائيل بحاجة إلى حماية، وأن إسرائيل بحاجة إلى دعم، وكأن العالم لا ينظر إلى الشهداء والقتلى الذين قتلوا. طيب. وسقطوا في قطاع غزة. مفهوم وجهة النظر دكتورة تمارا، لكن يعني هناك موضوع المفاوضات، موضوع المفاوضات، هناك متغيرات على الساحة السياسية والإقليمية، وأيضا هناك رفض من الأطروحة الأمريكية من قبل حماس. إلى أين تذهب مفاوضات هدنة غزة في ظل ما يدور في أحداث إسرائيل وإيران؟ إذا تحدثنا بكل واقعية حتى هذه اللحظة أن المفاوضات متعثرة. متعثرة يعني تعثر ليس تعثر يسير أو ممكن أن تحل العقد، هي عقد بالفعل لا يصعب حلها، وأصبحت ضمن سياق الحبل المعقد، بمعنى أن كل ربط بحاجة إلى حل يعني أكثر من حلول.
فبالتالي كل مشكلة تم وضعها سواء كان بعملية وقف إطلاق النار، حتى هذه اللحظة لا توجد بوادر لوقف إطلاق النار على مستوى الانسحاب. الاحتلال لا توجد بوادر للانسحاب بالتحديد في المنطقة الشمالية التي تحولت إلى منطقة أمنية عازلة، بالإضافة إلى عودة النازحين. هناك بعض المواطنين حاولوا الرجوع إلى المنطقة الشمالية، للأسف وجبه بالقصف المدفعي والقصف الجوي، بالإضافة إلى القناصات المتواجدة الآن حول منطقة الشمالية في منطقة قطاع غزة، يدخلون ويخرجون إلى بيت حانون مثلا، شباب منطقة جبالية، لكن يخرجون منها، ولكن كله خروج تكتيكي. ما يحدث الآن على أرض الواقع، هناك مفاوضات متعثرة، لكن إذا كان هناك مرتهن على الموقف الأمريكي الذي هو الوحيد الذي يجب أن يضغط على سياق الواقع الإسرائيلي بحدوث هدنة حتى لا تتحول من منبر، حتى لا تتحول. طب وأين الموقف الأمريكي؟ يعني الموقف الأمريكي طبعا هو الحاسم بالنسبة لما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، أين الموقف الأمريكي عندما تكون إسرائيل منتظرة الدعم وموافقة الكونغرس لشيك على بياض لإخراج الأسلحة إلى إسرائيل وتمويلها عسكريا؟ أولا الموقف الأمريكي صحيح أنه لا يريد حربا شاملة، ولكن مؤشرات ما يحدث الآن في قطاع غزة هي التي تؤشر إلى حرب إقليمية، هي التي تبادر إلى حرب إقليمية. ما يحدث الآن في قطاع غزة، الكل ينظر إلى واقع قطاع غزة كأنها هي الشرارة الأولى حتى تتحول إلى حرب إقليمية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل إذا فتحت هذه واستغل نتنياهو الدعم اللوجستي والتسليحي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذا الدعم سوف يستغل لفتح جبهات أخرى لإنقاذ مصالح نتنياهو الشخصية. فبالتالي ما يحدث الآن على أرض الواقع فتح أكثر من جبهة ليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وليس لصالح القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. مفهوم ولكن السياسة أو اللعبة السياسية تقول أشياء أخرى، هو الحليف التوأمي لإسرائيل هي أمريكا. أريد أن أعرج أيضا على نقطة مختلفة، لما نتحدث عن المفاوضات، لا أمل لمفاوضات وهدنة في الوقت القريب، ماذا لو حدثت المفاوضات وحدثت الهدنة؟ مأساوية الوضع في قطاع غزة وما حدث من أطول حرب منذ 48 هي غير مسبوقة على مستوى التاريخ في الشعب الفلسطيني. من سيدفع فاتورة ما حدث في الشعب الفلسطيني؟ إسرائيل أم أمريكا أم الاثنين، أم سيفلتون من العقاب؟ إذا تحدثنا بكل واقعية بالفعل بعد إذا كان هناك ترسيخ مفاوضات حتى لا يكون هناك مؤشرات لأوسع من هذه الحرب الحدودية، قد تكون هناك هدنة خلال هالفترة الحالية. أسمع سيارات الإسعاف قريبة منك دكتورة تمارا، هل هناك مشكلات قريبة؟ أريد أن أطمئن على سلامتك أولا وسلامة شعب فلسطين الحبيب. لماذا هذه سيارات الإسعاف؟ سيارات الإسعاف كون أن هناك مستوطنين بالقرب من هذه المنطقة، نحن نعيش قبالة مستوطنة، بالإضافة نحن نعيش بقرب المستشفى، فكلما كان هناك تواجد مستوطنين يكون هناك تواجد فلسطينيون. هؤلاء الفلسطينيون يعني لا إرادي يتواجدون قرب هذه المستوطنة، بالإضافة إلى هؤلاء المستوطنين يقومون بالضرب عليه، فبالتالي يصبح هناك عدد من الإصابات في خلال هذه الفترة. فبالتالي كل منطقة رام الله هي محاطة بالمستوطنات، لا توجد هناك أي منطقة، يعني نحن قرابة يعني كيلومتر من مستوطنة بزغوت، وبالقرب نحن نعيش في المستشفى، يعني نحن نعيش في كلا الطرفين، سواء كان نسمع الأصوات التي هي بالقرب من المستشفى، وبالإضافة نسمع الأصوات المستوطنين ودخول الجيش الاحتلال كل يوم يدخل إلى هذه المنطقة. فبالتالي ما يحدث الآن على أرض الواقع بالفعل هو فاقر الخطوط الحمراء، ليس فقط في قطاع غزة، الآن أيضا في الضفة الغربية المستوطنين يعني يعني كلامك يحترم وكلام مهم. أين هو الأمان الذي يبحث عنه نتنياهو لشعبه الإسرائيلي؟ وأنت الآن تتحدثين عن استهدافات وعن مشكلات أو عدم استقرار أمني، أصبحت إسرائيل في حكم نتنياهو هي المنطقة الأكثر خطورة والأقل أمنا على اليهود. صحيح بالفعل. المشكلة الأساسية أن نتنياهو لا يعي تماما أن كلما كان هناك عنفا من واقع المستوطنين كلما هناك يعني جبهة برد فعل مقاومة، هذا حق طبيعي من الفلسطينيين أن يدافعوا عن أرضهم، فبالتالي هذه الأرض لن تقف عند حد معين، فبالتالي عملية الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو الأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة. الحل الوحيد هو جلوس على طاولة المفاوضات
والنظر إلى البعد السياسي وإيجاد حل سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني، وهذا ما يعطي مجالا لأن تكون هناك حالة من السلام بين كلا الطرفين. نحن نتحدث عن كلا الطرفين، يعني أن حق الشعبين أن يعيشوا بسلام، على الأقل إنقاذ البعد الإنساني للشعب الفلسطيني وحتى على البعد الآخر للشعب الإسرائيلي. فبالتالي إذا نتنياهو تعامل مع الواقع المتطرف، اليمين المتطرف الذي يعيش به حاليا بين بن كفير وسموتريتش من أجل إرضاء كلا الطرفين، فإن المستقبل القادم ليس هو لصالح الواقع الإسرائيلي. هناك محور يتشكل حول المنطقة، وهذا المحور الآن بات يريد أن يحقق مصالحه. يعني صحيح إيرانيا تستثمر الجهود المحلية في العراق، في سوريا، في حزب الله، هذه دولة تريد أن تبحث عن مصالحها، تريد أن تحقق مشروعها، بالإضافة أن إسرائيل تريد أن تحقق مشروعها الصهيوني. ومن الضحية في كلا الطرفين هو الشعب، الشعب الفلسطيني. يعني الآن نحن نعيش بين معضلة، بين مصالح جيوستراتيجية وسياسية بين كلا الطرفين، سواء كان المشاريع المختلفة الإيرانية، التركية، الصهيونية. هناك ضعف في الواقع العربي، يحاول الواقع العربي قدر الإمكان ينقذ الواقع الإنساني، لكن بحاجة إلى حل سياسي. الحل السياسي هو إيجاد حل معضلة القضية الفلسطينية التي نعيشها الآن في أصعب أوقاتها. قد يكون المستقبل هي تصفيتها كليا إذا كان هناك الحروب تحولت من منطقة حدودية إلى منطقة شاملة. نعم دكتورة تمارا حداد الكاتبة والمحللة السياسية، أشكر شكرا جزيلا، كنت معنا من رام الله. مشاهدينا الكرام، هناك العديد من الملفات الخاصة بالشأن الفلسطيني، ولكن نتحدث عن لبنان وإسرائيل، حيث شنت المدفعية الإسرائيلية غارات مكثفة على مناطق متفرقة بجنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء استهداف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة مؤكدا تدميرها. وأضاف حزب الله في بيان له أن الاستهداف جاء دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية. وأكد حزب الله إسقاط عدد من أفراد مقر القيادة العسكرية الإسرائيلي في عرب العرمشة بين قتيل وجريح على خلفية تنفيذ هجوم بالمسيرات والصواريخ الموجهة. معنا على الهواء مباشرة مشاهد من بلدة الناقورة والقصف في جنوب لبنان، فلنتابع مشاهدينا الكرام. للتعقيب حول هذا الموضوع والعديد من الموضوعات في الملف اللبناني، ينضم إلينا من بيروت السيد غسان ريفي، رئيس تحرير جريدة سفيرة اللبنانية. سيد غسان، أرحب بك عبر منتصف النهار. أهلا وسهلا، تحية لك ولكل مشاهدي القاهرة الأخبارية. شاهدنا مباشرة بلدة الناقورة والقصف الذي يحدث فيها، ما هي مستجدات لديك ولماذا الناقورة؟ يعني دائما يعني العدو الإسرائيلي اليوم في مأزق، وهو كلما كان يشعر بذلك يقوم بالقفز إلى الأمام ويقصف البلدات اللبنانية، علما بأن كما ذكرت في التقرير بأن حزب الله يقوم أو المقاومة اللبنانية تقوم بإسناد غزة تحت هذا العنوان والرد على العدوان الإسرائيلي. لا شك بأن ما تقوم به المقاومة يوجع ويؤلم العدو الإسرائيلي، خصوصا بأن الضربات تكون مركزة وليس الضربات عشوائية، وهي ما زالت يعني تحت قواعد الاشتباك التي تقول بضرب المراكز العسكرية وتجمعات الجنود والمواقع التي تعطي الإحداثيات في لضرب المواقع في
في جنوب لبنان. وطبعا اليوم إسرائيل تتكتم بشكل كامل على كل الخسائر التي تلحق بها لحفظ ماء وجهها في الداخل الإسرائيلي، خصوصا كلنا نعلم بأنها تعاني الأمرين، الحكومة نتنياهو تعاني الأمرين من المعارضة ومن ضغط أهالي الأسرى وعملية إسقاط الحكومة وإسقاط نتنياهو والانتخابات المبكرة التي يدعو إليها لابيد زعيم المعارضة. وطبعا يعني كان نتنياهو يعتقد بأن استمرار الحرب في غزة والتحضير لاجتياح رفح قد يحميه في الداخل الإسرائيلي. طيب وسيمنع يعني المعارضة غسان من طرح أستاذ غسان، أنت رئيس تحرير، دعنا نفتح الملف، ملف حزب الله. عندما تتحدث عن القصف المتبادل ما بين حزب الله على المناطق الحدودية وما بين إسرائيل، ثلاث قيادين في حزب الله تم قتلهم لترتفع حصيلة القتلى أو الشهداء على حد تعبير حزب الله إلى 280 من بين قياديين وبين ناشطين. هل بتعتقد إلى الآن أن لا زالت حزب الله قادرة على الصمود أمام كم الهائل من الاستهدافات؟ من الطبيعي أن يكون هناك شهداء لحزب الله، وطبعا حزب الله اليوم ما يزال يتعاطى مع الأمر بأقل أنواع من الأوبئة، بأضعف أنواع من الأسلحة، وهذا أمر معروف بشكل كامل بأن المقاومة الإسلامية في لبنان لم تستخدم من قدراتها وقوتها العسكرية أكثر من 10%. يعني هناك آلات مؤلفة من الصواريخ الدقيقة، وهناك من طيب يعني صواريخ دقيقة ومسيرات، وذكرت أنها مسلحة، أين هذه الصواريخ الدقيقة من استهداف القيادين بشكل ممنهج بشكل معروف؟ هل هناك من الداخل معلومات تسرب لإسرائيل والموساد الإسرائيلي، أم هي مجرد تكنولوجيا وحرب سيبرالية وتصل للمعلومات من خلالها؟ نحن اليوم أمام حرب تكنولوجية ولسنا أمام حرب عسكرية. حرب تكنولوجية تخدم الجبهة العسكرية وتخدم عمليات إسرائيل. يعني نحن اليوم إذا أردنا أن نتحدث في هذا الأمر، هناك الطائرات الاستطلاع المتواجدة في الأجواء اللبنانية، وهي تقوم بالتصوير الطبقي والتصوير المحوري، وتأخذ بصمة الصوت وبصمة العين وبصمة الجسد. وطبعا اليوم هذا الأمر لو لم يكن حزب الله يجاري هذه التكنولوجيا بتكنولوجيا مقابلة، لكنا وجدنا بأن هناك الآلاف من الشهداء في صفوف المقاومة. طيب ولكن يعني كلامك منطقي يعني أستاذ غسان، بأنه كان يتصاعد عدد الشهداء وكانت المقاومة على الحدود اللبنانية من حزب الله ستصبح ضعيفة، ولكن عندما يتحدث الجانب الإسرائيلي عن الثلاث مستهدفين في الاستهدافات الأخيرة بأنه صيد ثمين، تتحدث عن تسليح قوي من حزب الله وأنها تملك التكنولوجيا، أين صيدها الثمين؟ لا يوجد صيد ثمين. يعني نرى اليوم بأن المقاومة عندما يسقط لها شهيد من القياديين تصدر بيانا بنعيه وتقيم له الجنازة التي تليق به. إسرائيل اليوم تحاول تحقيق الإنجازات الصغيرة لتقدمها للأمريكي، خصوصا اليوم بعدما فشلت إسرائيل في تحقيق أي إنجاز عسكري في غزة. حتى اليوم هي تقول بأنها أوقفت إطلاق الصواريخ من شمال غزة، وما تزال حماس تطلق الصواريخ. هي تقول اليوم بأنها تريد القضاء على حماس، وهي ما تزال تفاوضها وتشتغل المفاوضات طبعا مع حماس، وحماس ما زالت تفرض الشروط. منطقي سيد غسان، ولكن لذلك إسرائيل تحاول اليوم أن كلما استهدفت مقرا في لبنان أو أي موقع في لبنان تقول، وعندما يسقط شهداء تقول بأن هذا الشخص الذي استهدف هو قيادي في حزب الله، علما بأن عندما يسقط هذا القيادي أو أي قيادي لحزب الله
قوم بإصدار بيان وبإقامة الجنازة على الإعلام وعلى الهواء مباشرة. المقاومة لا تستحي بشهدائها ولا تستحي عندما يعني المدير المالي أو مدير التمويل بالنسبة لحزب الله الذي تم استدراجه لمنطقة هي منطقة يقطنها الطائفة المسيحية، هل تعتقد أنه ليس صيدا ثمينا؟ هل تعتقد بأن المعلومات التي يملكها هذا القيادي ليست قوية وستتكتم عليها إسرائيل وتستغلها مستقبلا؟ يعني هذا خرق حصل للسيادة اللبنانية، والصراف محمد سرور يعني حتى الآن لم يصدر عن حزب الله أي بيان حول هذا الأمر. يعني الكل قال بأن الصراف لديه علاقة بتوزيع الأموال أو بإرسال الأموال إلى حماس، لذلك تم استدراجه وتصفيته، وهو ليس مديرا ماليا لحزب الله أو للمقاومة. هذا الأمر بثته أيضا وسائل الإعلام اللبنانية. لذلك يعني لا أعتقد، ما كما قلت لحضراتكم، بأن إسرائيل كلما قصفت موقعا في لبنان أو سقط شهداء في لبنان تحاول أن تحفظ ماء وجهها أو تذر الرماد في العيون لدى الداخل الإسرائيلي بأنها هي تستهدف قيادات حزب الله وتستهدف مواقع لحزب الله وتستهدف يعني مخازن أسلحة لحزب الله، في حين كلنا في لبنان نطلع على الأماكن الاستهدافات ونرى بأنها إما أن تستهدف منازل أو تستهدف أراضي يعني بور وليس فيها أي شيء، وعندما تستهدف بعض الأماكن التي تقول بأنها لحزب الله تكون هذه الأماكن أو المخازن مخازن قديمة ولا يوجد فيها أي أسلحة أو أي شيء. طبعا هناك كما تفضلت بأن هناك 280 شهيدا من حزب الله أو من المقاومة، وطبعا من حركة أمل ومن الجهاد الإسلامي، وطبعا يعني كل من يقوم بمواجهة إسرائيل في الجنوب، وهذا الأمر أمر طبيعي على مدار أشهر. يعني نحن إذا أردنا اليوم أن نتحدث عن 6 أشهر يكون لدينا قتيلين أو قتيلين وشهيدين ونصف في اليوم، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لحدة المعركة وحدة القصف. في عجالة سيد غسان، سيد غسان اسمح لي المقاطعة، في عجالة هي بشكل واضح هي حرب الإشغال التي بدأها حزب الله تزامنا مع الحرب على قطاع غزة الآن، ونحن نتحدث عن مضي قرابة 7 أشهر على قطاع غزة من الدمار والقتل. هل حزب الله أو حرب الإشغال أتت بثمارها على الجانب الإسرائيلي للضغط عليه ومنعه من ممارسته على أهالي فلسطين؟ طبعا، يعني اليوم عندما نجد بأن ثلث الجيش الإسرائيلي متواجد على الجبهة الشمالية، هذا الثلث كان لو كان الإسرائيلي مرتاحا على الجبهة الشمالية لكان هذا الثلث انضم إلى الجيش الإسرائيلي المتواجد في غزة، وربما كان ضرب المقاومة الفلسطينية بشكل أكبر. يعني هذا أول بند. البند الثاني، اليوم إسرائيل تستجدي العالم للضغط على لبنان. سيد غسان شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت، ونتحول مباشرة على الهواء لمتابعة استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة، فلنتابع. السيسي الآن إلى ممشى مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الطائرة الملكية البحرينية ليكون في استقبال العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، إذنا ببدء هذه الزيارة خلال الساعات المقبلة. بعد قليل يتوجه الزعيمان إلى قصر الاتحادية، قصر الرئاسة، لبدء مباحثات مهمة على المستويات المختلفة والحديث الودي في جانب منه، كذلك هو حديث عن موضوعات مختلفة ومضطردة في العلاقات المختلفة والمجالات المختلفة.
كانت هذه اللقطات المباشرة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة لبحث العديد من الملفات، وهي الزيارة الودية للقضايا الخاصة بالمنطقة العربية وما تمر به المنطقة العالمية أيضا. ونستكمل وإياكم باقي تفاصيل المنتصف وإلى الشأن الروسي والأوكراني والحرب الدائرة هناك. دعا الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي شركاء بلاده في الغرب تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية بعد الهجوم الصاروخي الروسي على تشيرنيهيف الذي أدى إلى مقتل 10 أشخاص. من جانبه قال فياتشيسلاف تشاوس حاكم منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية إن هجوما صاروخيا روسيا أسفر عن مقتل وإصابة سكان وألحق أضرار بالبنية التحتية الاجتماعية في مدينة تشيرنيهيف الواقعة بشمال أوكرانيا اليوم الأربعاء. وكثفت روسيا هجماتها على المدن الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية مستهدفة عدد من قطاعات البنية التحتية الأخرى. لمزيد من التحليل بينضم إلينا من موسكو دكتور آصف ملحم مدير مركز جي اس ام للأبحاث. أرحب بك دكتور آصف. نعم مساء الخير لكم ولي أسعد المشاهدين. يعني روسيا وأوكرانيا هي منطقة أصبحت ملتهبة ودخل على الخط العديد من الشركاء من الجانبين، ولكن دعني أبدأ من الهجوم الأخير وتصريحات زيلينسكي بأنه لا سبيل سوى تقديم المساعدات لأوكرانيا لمتابعة حربها على حد وصفه كما ذكر ضد الإرهاب الروسي. ما تعقيبك على هذه التصريحات؟ سيدتي يعني بينت المعارك التي جرت في السنة الماضية أن هذه المساعدات لا تغير من الواقع شيئا. يعني نحن قلنا دائما أنه من اللائق، طبعا أنا يعني لو تم يعني بالتأكيد لو تم تقديم على سبيل المثال 10,000 دبابة إلى أوكرانيا فستميل كفة القوة إلى صالح أوكرانيا، ولكن هل يمكن لعاقل أن يتخيل بأنه يمكن استخدام 10,000 دبابة إلى أوكرانيا أو 10,000 طائرة أو يعني تقديم 1,000 صواريخ؟ هذا غير ممكن، يعني من الناحية اللوجستية غير ممكن تقديم كميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا. هذه نقطة. النقطة الثانية، تقديم سلاح استراتيجي لأوكرانيا أو يعني يشكل تهديدا استراتيجيا لروسيا، فروسيا سترد بكل بحزم وبقوة على الدول النووية. النقطة الثالثة وهي الأهم التي يجب أن ننتبه إليها أستاذة، وهو أوكرانيا هي عبارة عن ورقة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية المعركة كانت تنظر إلى أوكرانيا على أنها جزء من التكتيك العسكري مع روسيا، وبالتالي هي جهزت هذه الجبهات، الخط الأول أوكرانيا، الخط الثاني أوروبا الشرقية، الخط الثالث أوروبا الغربية، والخط الرابع هي وبريطانيا. لذلك نحن نعتقد أن التخطيط الاستراتيجي يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، أما التكتيك فهو متروك لأوكرانيا. لذلك تقديم بعض الأسلحة وبعض المضادات الجوية لأوكرانيا لن يغير من الواقع شيئا، وتشهد على ذلك الحروب التي خاضتها نفسها أوكرانيا والهجوم المضاد الذي خاضته أوكرانيا في السنة الماضية. نعم دكتور آصف، يعني بتتكلم عن الجانب الأمريكي، ولما بيصرح السفير الروسي في واشنطن أنتونوف بأنه هناك العديد من الانتهاكات تقوم بها أمريكا على الأراضي الأوكرانية واتهامات، يعني اتهامات ليست هينة، اتهاماتها بأنها تخطت الخطوط الحمراء في القوانين الخاصة بتحديد التسليح واستخدام أسلحة بيولوجية واختبار الأسلحة على هذه الأرض، وأيضا تحدثت عن وجود أو تحدث السفير عن موضوع القوة النووية والأسلحة النووية المخبأة والتي تخبئها أمريكا. هل تتوقع بأن المنطقة ستذهب إلى تصعيد أم إلى هدنة؟ سيدتي العالم كله ذاهب إلى تصعيد، يعني هذه النقطة يجب أن نعرفها جيدا ونفهمها جيدا. يبدو أن هذه النخبة العالمية الحاكمة للتحكم بسياسة العالم يعني تدفع العالم باتجاه التصعيد، ويشهد على ذلك يعني التصعيد في بحر الصين، في منطقة الشرق الأوسط، في أوكرانيا نفسها. فيما يتعلق بالأسلحة البيولوجية نفسها أستاذة، هذا الموضوع يعني بحث منذ زمن بعيد، وموضوع الأسلحة المخابر الأمريكية السرية، الأسلحة البيولوجية والكيميائية، أنا نفسي في عام 2018 كتبت تحقيق واسع عنه في إحدى الصحف العراقية، يعني وليست فقط في أوكرانيا بل في جورجيا وأرمينيا وأفغانستان
وحتى في كازاخستان هناك الكثير من المشاريع التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع وزارة الصحة، مع وزارة التعليم العالي، مع وزارة الزراعة، تحت شعار ما يسمى يعني مواجهة التهديدات البيولوجية والكيميائية، ولكن هي تقوم باختبار بعض الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. فيما يتعلق بالأسلحة النووية، أنا لا يوجد عندي معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، ولكن موضوع القنبلة القذرة. قبل أن نستفيد في موضوع التخصيب اليورانيوم والقنبلة النووية أو الأسلحة النووية، دكتور آصف، ذكرت أن حضرتك قمت بأبحاث خاصة بالأسلحة البيولوجية. سؤال سيأتيني لسؤال، تقوم أمريكا فعلا بهذه الأفعال أم لا فيما يخص البيولوجي، السلاح البيولوجي، نعم أم لا، من خلال دراستك للموقف أو التعمق؟ سيدتي، أنا تواصلت مع بعض الأشخاص الذين يعيشون قرب الحدود الجورجية، وأكدوا لي بالحرف الواحد على أن هناك أنواع جديدة من الذباب تظهر في تلك المنطقة، وهذا يعني أنه هناك تغير في الفونا والفلورا، الفلورا النباتية والفونا الحيوانية في تلك المنطقة، وهذا يعني أنه ظهر أنواع جديدة من الميكروبات، تغير في البيئة الطبيعية فأدت إلى البيئة الطبيعية المعروف عليها، فأدت لظهور الأوبئة والأمراض. يعني أدلة على استخدام، يعني شبه أدلة من واقع دراستك لاستخدامها لهذه الأسلحة. أعود إلى سؤال آخر، يعني اسمح لي دكتور آصف، تحدث الرئيس الروسي بوتين قبل أيام عن فكرة أنه أيضا لديه هذه الأدلة، ولكن قال بأنه لن يصرح عنها أو يكشف عنها إلا في الوقت المناسب. يعني هو بيتحدث من واقع وليس مجرد حرب كلامية مع أمريكا. سيدتي نعم، يعني نحن يجب أن نتذكر كلام السيدة فيكتوريا نولاند عندما هجمت روسيا على كييف، قام زيلينسكي نفسه بإتلاف بعض الوثائق المتعلقة ببعض الشركات التي يملكها ابن الرئيس بايدن نفسه هانتر، ويعني وعندها قال الجانب الروسي لما إذا كان لا يوجد قلق، يعني إذا كان لا يوجد أي سرية في هذه الوثائق، لماذا تم إتلافها؟ ولماذا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقلق من وقوع هذه الوثائق بيد روسيا؟ لذلك الحرب كما نرى سيدتي لعبة، وهي مجموعة من الأوراق في بيد كل طرف، وكل طرف عليه أن يجيد استخدام هذه الأوراق. يعني نحن أمام لعبة طويلة الأمل، طويلة الأجل، ولا يجوز للاعب الماهر أن يلقي بأوراقه فورا. لذلك عندما يقول الرئيس بوتين بأنه سيستخدمها في الوقت المناسب، لذلك هو متأكد من ذلك. وهذا الموضوع بالمناسبة سيدتي، هذه معطيات منظمة الصحة العالمية، وليست معطيات لا الصين ولا روسيا ولا إيران. في منطقة الحدود الإيرانية الأفغانية هناك بعض الأمراض الفيروسية التي زاد انتشارها بعد يعني غزو أفغانستان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا منشور في أبحاث يعني عالمية ولا علاقة لأي للسياسة فيها على الإطلاق. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة تقوم بإقامة مثل هذه المخابر ولاختبار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية تحت اسم في دول أخرى. لماذا؟ لأنها تتهرب بهذه الطريقة من المسؤولية القانونية أمام القانون الدولي. يعني ده ما يخص الشق البيولوجي. طب الشق النووي دكتور آصف، هل بتتفق مع أيضا اتهام السفير الروسي في واشنطن بأنه تقوم بتخبئة أسلحة نووية من الجانب الأمريكي في هذه المنطقة؟ سيدتي لاحظي معي، أنا طبعا أوكرانيا يعني تعتبر يعني هي الدولة يعني بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي كلها تقريبا هي الدولة الثانية من حيث التكنولوجيا النووية بعد روسيا، ولكن هي تخلت عن برنامجها النووي بعد يعني منذ التسعينات وانتهى الأمر. لذلك أنا لا أستبعد أن يقوم، يعني أنا لا يوجد عندي معلومات دقيقة حول هذا الموضوع حتى لا نقدم من الناس معلومات مغلوطة، ولكن أنا لا أستبعد أن يتم استخدام المنشآت الصناعية والبحثية التي خلفها الاتحاد السوفيتي في أوكرانيا لبعض التجارب هناك في تلك المنطقة. والحديث عن القنبلة القذرة تم في يعني منذ تقريبا حوالي سنة ونصف، وصناعة القنبلة القذرة ليست قضية صعبة على الإطلاق، هي عبارة عن صاروخ تقليدي يتم حشوه ببودرة ومساحيق غنية بالعناصر النووية المشعة. يعني عملية بسيطة، ولكن أريد إجابة سؤال في عجالة. هل تعتقد بأن ما يحدث في المنطقة أدى لوجود تهديدات حقيقية أو غباء الأمن عندما يكون هناك ألعاب أو كأس للألعاب الأولمبية في فرنسا بعد 100 يوم، ويطرح الجانب الفرنسي 3 مواقع مختلفة أكثر أماناً، هل غاب الأمان نتيجة هذه الحرب؟
سيدتي، بالتأكيد العالم كله حقيقة على شفا حفرة الآن، على شفا الهاوية تقريبا، ونحن متأكدون أن هذه النخبة الحاكمة العالمية التي تجتمع بالمناسبة في موناكو باستمرار، والتي تتحكم بمقادير العالم وما شابه ذلك، هي التي تدفع العالم باتجاه هذا الصراع وتزكيه، ولكنها أيضا عندها أوراق تلعب بها شيئا فشيئا، ولا ندري ما الذي سيحدث غدا بالضبط، ولكن ما نحن متأكدون منه أن العالم حقيقة مقبل على تصعيد كبير. فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية، أعتقد نعم، أنا متأكد أن روسيا تقوم بشن هجمات سيبرانية على هذه الألعاب، ولكن لن تقوم بأعمال إرهابية. يعني الأعمال الإرهابية ليست تلك الطريقة للتعامل بها روسيا مع باقي دول العالم. أما الهجمات السيبرانية فهي معقولة، لأنهم أنفسهم قالوا الرياضيون الروس والبيلاروس غير مرحب بهم في هذه الألعاب. لذلك الموضوع يعني هناك حرب إعلامية وسيبرانية قد تقوم بها روسيا بالتأكيد ضد هذه الألعاب. أشكرك دكتور آصف ملحم، مدير مركز جي اس ام للأبحاث، على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم إلى فاصل ونواصل من بعده منتصف النهار، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في اليوم 17 من إبريل. كل عام تحل ذكرى اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، واليوم تصدر هاشتاج يوم الأسير مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كل عام يحيى الفلسطينيين أو يحيي الفلسطينيون يوم الأسير، إذ اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته المنعقدة بهذا اليوم عام 1974 هذا التاريخ باعتباره يوما وطنيا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة. وقبل 7 أكتوبر الماضي بلغ عدد الأسرى حوالي 5000 أسير، بينهم 160 طفلا و30 أسيرة و22 من الأسرى القدامى، وهم أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو. أقدمهم الأسير محمد أطوس، وبعد أحداث 7 أكتوبر الماضي سجلت أكثر من 8000 حالة اعتقال بالضفة الغربية، والقدس شملت 272 امرأة و500 طفل، كما اعتقلت المئات من غزة. وعلى إثر ذلك تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي عبر مجموعة من التدوينات على موقع إكس تويتر سابقاً. وفي أول تدوينة معنا اليوم مع ياسر الزعاترة، الذي كتب هاشتاج يوم الأسير الفلسطيني وذيله بتعليق: لعله العدد الأكبر من أبناء شعبنا الذين يقبعون في الأسر في وقت واحد بتاريخ الصراع. أما رغد فقد كتبت في يوم الأسير الفلسطيني: الحرية لجثمان الشهيد الأسير وليد زقة. ودون أنس هتافات أهالي الأسرى خلال وقفة بمناسبة يوم الأسير في جنين. أما هيلان كتبت: وفي يوم الأسير الفلسطيني يقبع في سجون الاحتلال اليوم أكثر من 9500 أسيرا وأسيرة يعيشون واحدة من أصعب المراحل التي مرت على الحركة الأسيرة. ونختتم وإياكم تغريداتنا مع سوريتا التي تتحدث عن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني: الاحتلال يرتكب جرائم مروعة لنحو أكثر من 9500 أسير، وهذا العدد من الأسرى لا يشمل أسرى غزة، ويمارس جريمة الإخفاء القسري بحق أسرانا من قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام منتصف النهار.
للمزيد من التحليل بينضم إلينا من القدس المحتلة فراس ياغي خبير الشؤون الإسرائيلية. سيد فراس، اليوم 17 من إبريل وهو يوم الأسير الفلسطيني، يعني بلغت القلوب الحناجر كما يقولون فيما يخص هذا الملف، الملف أصبح أكثر صعوبة وقسوة. ما هو موقف الأسرى في السجون في ظل الحرب الجائرة على قطاع غزة؟ مساء الخير وتحياتي لكل مشاهدي القاهرة الإخبارية. أعتقد أن التواصل مع الأسرى البواسل في سجون الاحتلال هو مقطوع تقريبا وشبه مقطوع بشكل كامل، خاصة أنه لا يوجد زيارات للعائلات إلى الأسرى، وحتى زيارات الصليب الأحمر هي زيارات قليلة، ولكن من الأسرى المفرج عنهم فالوضع هناك معركة، يعني أكبر من معركة غزة وأكبر من معركة الضفة الغربية، لأن الأسير لوحده يواجه السجان بشكل مباشر في داخل السجن، حيث يقوم السجانين عبر فرقة متخصصة من الجيش الإسرائيلي بقمعهم بشكل يومي وضربهم ضرب مبرح وتعذيب يصل إلى درجة أحيانا الموت في غزة، كما هناك شهادات من بعض الأسرى، بعض الأسرى قطعت أيديهم وأرجلهم نتيجة لربطهم بالقيد البلاستيك لعدة أيام، وبالتالي يصبح تقرح في الرجل أو باليد ويضطر إلى قطع رجله أو يده. بهذا الخصوص الأسرى في داخل السجون يواجهون في الخط الأول الأمامي في مواجهة هذا الاحتلال، وهم يعانون أكثر من غيرهم، خاصة بعد 7 أكتوبر، حيث كان يخطط بالأساس أصلا وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير لأن يقوم بملاحقة الأسرى حتى في سجونهم وفي غرف في الغرف الانفرادية في الزنازين، وضربهم وتخفيف الأكل عنهم وإساءة معاملتهم، وهذا ما تم فعلا بعد 7 أكتوبر، خاصة أيضا من عدم الالتزام إسرائيل بالمطلق لا بالقانون الإنساني الدولي ولا باتفاقية جنيف الرابعة ولا اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 13 منها التي تتحدث عن أسرى الحرب المقاومين المسلحين، ولا أيضا حتى على المادة 7 في محكمة الجنايات الدولية التي تتحدث عن الغياب القسري. إسرائيل الآن لا نعرف أين يذهب السجون، معتقلي غزة غير معروف من عددهم ومن هم وماذا يحدث لهم بالتفصيل، فلذلك لا يوجد إحصائية حقيقية عن عدد المعتقلين مثلا من قطاع غزة، هناك حديث عن حوالي 850 معلن عنهم أنهم هذول غير شرعيين، ومعنى ذلك أنه يحق لإسرائيل أن تفعل بهم بما تشاء بحيث لا ينطبق عليهم لا أي قانون دولي ولا أي قانون محلي بهذا الخصوص. يعني هو سؤال هذلي يعني سيد فراس، يعني تركت لك الهواء مفتوح لتنقل حجم المصاب في السجون الإسرائيلية من ألم آخر يخص الفلسطينيين، الإبادة التي تمارسها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في العراء وأمام العالم على رؤوس الأشهاد، هل تعتقد بأن الحال في السجون سيكون تصفية ما بقي منهم في الفترة القادمة؟ هذا ما يفعل عليه بن غفير وسجاني بن غفير، وهذا ما يقوم به الأسير القائد مروان البرغوثي، تعرض إلى ضرب مبرح لدرجة أن طيب يعني اتفقت معي على أن هذا ما يريده اليمين المتطرف بإتمار بن غفير، ولكن بشكل سريع ومباشر يعني مجلس الأمن سيصوت على العضوية الدائمة لدولة فلسطين في يوم الخميس، هل تعتقد بأنه سيقابل بفيتو أمريكي أم لن يقابل بفيتو أمريكي؟ لا سيقابل بفيتو أمريكي، لأن أمريكا أصرت على أن مسألة الدولة الفلسطينية يجب أن تكون عبر المفاوضات، ولا تستطيع أن تمرر هذه القضية، خاصة أن هناك وضع إقليمي سيء في المنطقة وهي بحاجة لأن تضغط على نتنياهو بهذا الخصوص، وبالتالي تحاول أن تغريه بعدة قضايا من ضمنها قضية الفيتو التي تتعلق بمجلس الأمن، بحيث لا يورط أمريكا ويجر أمريكا إلى صراع إقليمي وصراع كبير مع إيران. يعني هي تحاول الآن أن تقول لنتنياهو نحن جاهزون للتعامل معك في الكثير من القضايا، ولكن لا تذهب باتجاه بحيث يتم التصعيد في المنطقة ككل. لذلك لا أعتقد الولايات المتحدة أن تتخذ قرارا مخالفا عن موقفها المعلن،
وموقفها المعلن أو موقفها السابقة، يعني أكبر فيتو أخذت البطولة في الفيتو الأمريكي كان كله لجانب إسرائيل. يعني سننتظر ما ستأتي به الأحداث، ولكن سيفتح لنا سؤال كبير على مصراعيه، هل يتم استغلال الفيتو في الأمم المتحدة لمصالح سياسية وشخصية لدول، وهو أصلا معمول لترسيخ العدالة؟ سيد فراس ياغي الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا من القدس المحتلة، أشكرك شكرا جزيلا. والآن مشاهدينا وصلنا إلى نهاية المنتصف من هذا النهار، انتظرونا غدا قبل ساعة من الآن في مثل هذا الموعد. من هذا النهار نترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء في القاهرة الإخبارية.